في محافظة الأقصر الكتاتيب من أشكال التعليم في المراحل الأولية، ولم تكن تخلو قرية من كتاب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة والحساب إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم. ومع مرور الزمن اندثرت وأصبح الكتاب يسمى بدار تحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف من وزارة الأوقاف، يحفظ الأطفال القرآن الكريم في مراحل مبكرة ويستغلون بذلك أوقات فراغهم. الكتاتيب فرصة حقيقية لتعلم اللغة العربية وتؤسس عقيدة إسلامية صحيحة ونقية وتلقن الطفل دروسا ميسرة في الأحكام والمعاملات. تفاصيل أوفى عن الكتاتيب بمحافظة الأقصر مع الزميلة إيمان عبد الفتاح. تنتشر في الأقصر كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم في كافة القرى والنجوع لتكون بمثابة مراكز لتعليم اللغة العربية والآداب العامة وأصول الدين بجانب تحفيظ القرآن الكريم للصغار، وذلك حرصا على طلب العلم وتأكيدا على اهتمام الأسر على تعليم أبنائهم وتخريج جيلا يحفظ كتاب الله، وذلك بإشراف كامل من وزارة الأوقاف. اشتغلت معهم طريقة جديدة اسمها تهجي القرآن الكريم للعيل، يعرف يقرأ الحرف بحكمه كامل. يعني لو بيقرأ مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر يقرأها بالتجويد ويستهجاها بالتجويد، يعني يقول إنا، يجيب الحكم بالضبط بسم الله ما شاء الله، بممتازين بسم الله ما شاء الله إقبال. حتى الواحد لو معاه درس ياجي يسمع القدر اللي بتاعه ويروح الدرس بتاعه، يعني مجتهدين في الناحيتين الدينية والعلمية بالنسبة لمدارسهم في المدرسة. وبالنسبة احنا لما شغالين العيال تحفيظ بسم الله ما شاء الله بنقريهم لوح يوميا، والماضي اللي هو الماضي يسمعوا يوميا عشان يبقى القدر المحفوظ بتاعهم يبقى جيد. في مسابقة بنعمل مسابقات سنوية بإذن الله بسم الله ما شاء الله علينا في المكان نفسه، وبنعملها تكريم وعلى أجزاء وعلى مستوى. ولو في مسابقات برا وحد سمعنا بها بنطلع بنودي المسابقات، يبقى العيل حافظ ليه ان هو بسم الله ما شاء الله يوميا يقرأ ماضي في المكان بتاعه، غير التسميع الماضي بتاعه يوميا، غير تسميع اللوح. بجانب تحفيظ كتاب الله بنحاول نعلم الأطفال الأداب، الأذكار، بحاجات تنفعهم في الدنيا، يعني مش بس كده، يعني سلوك تربوي زي الأذكار مثلا، أذكار ربنا يحفظهم بها آية الكرسي، باقي أذكار الصباح والمساء عشان الطفل بحس بفضل الله اليوم كله محفوظ بأمر الله. وبجانب كده برضو الأداب، مثلا أداب دخول الخلاء أعزك الله، الأكل الشرب، الخروج من المنزل، دخول المنزل، فيبقى دايما العيل في ديمومة من ذكر الله. إن شاء الله يا رب ربنا يحفظهم بحفظه بإذن الله. إنما مثلا الكتاب الخاص بيبقى يوم يومين ساعة بالكثير، لا يعني غير الكتاب التاني بيبقى أكتر من ساعة على مدار اليوم، غير التنافس في الكتاب يبقى أكتر من طالب، فكله عايز يبقى أحسن من التاني كتير، يعني هو بيحاول إنه يبقى أفضل وأفضل في كل ناحية. شايف القرآن لما أنت حفظته عمل إيه في حياتك؟ غير حياتك طبعا. يعني إديني مثال كده، يعني مثال في حياتك، يعني الفرق إن لما كنت أنت حافظ القرآن ومش حافظ القرآن؟ في ما عرفت حاجات، يعني حكم معلومات القرآن كنتش عارفها، يعني زي الصلاة خلف من بعدهم خلف النضاع والصلاة واتبع الشهوات، عرفت معلومات كثيرة. بديت كتاب من سنة ثالثة إعدادي، دلوقتي في سنة ثالثة ثانوي لي 6 سنين، وحابب أكمل قرآن. يعني أنت حسين حابب إن شاء الله تعلم غيرك؟ وحابب أعلم غيره برضه. في سنة ثالثة إعدادي بدأت القرآن من 4 سنين، وختمت 6 ابتدائي، شغالة هنا، يعني حفظت عند الشيخ عمر وختمت عنده واشتركت في مسابقات كتير، ويعني الكتاب ماشي وحفظت القرآن بالتجويد والأحكام. أنا اسمي نان عبد العزيز محمد حسن، باجي بالكتاب وحفظ يعني لحفظ سورة الشورى. أنا اسمي أبرار عمر إسماعيل الصف الثاني الأزهري، أحفظ إلى سورة الشورى. هذا وتضم محافظة الأقصر مئات الكتاتيب التي يرجع تأسيسها إلى زمن بعيد، وتنتشر في قرى ونجوع المحافظة، وخاصة قرى ونجوع مركز الطود التي ما زالت تحتفظ بخصوصيتها وثوابتها حتى الآن رغم التغيرات التي طرأت على المجتمع. كنت معكم من الأقصر إيمان عبد الفتاح.